رعاية كريمة لملتقى أولادنا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نجتمع اليوم للاستماع بالمواهب والاستمتاع بالمواهب من أجل أبنائنا من أصحابنا، وبفضل الجهود المتميزة التي بذلتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع الدكتورة سهير عبد القادر، نشهد هذا مع أصدقائنا وعائلاتنا من الجاليات اليونانية والقبرصية والأرمينية في مصر. ونحن هنا اليوم ليس فقط للاحتفال بالصداقة بين مصر واليونان وقبرص وأرمينيا، بل للاحتفال بالمواهب غير العادية للأطفال ذوي القدرات الخاصة من هذه الدول الأربع المرتبطة بالقوة على مساعدة الآخرين. كان هذا شعار منظمة أولادنا تحت قيادة الدكتورة سهير عبد القادر، من خلال دعم وتعزيز وتشجيع مواهب ذوي القدرات الخاصة ليس فقط في مصر ولكن في العالم. وسهير عبد القادر قدرت بهذه القدرة الإلهية اللي اتحطت في قلبها نحن نوصل للملتقى الثالث لأولادنا. We have now come to the end of our ceremony with the cooperation. أنا لي